باء 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 بطة باء بلح فوق النخلة باء 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 بطة. حرف الباء بالحركات وطريقة كتابة حرف الباء لها ثلاث حركات. أضم شفتاي ب نضع دائرة على الضمة. أحسنتم. حرف الباء بالحركات. تعالوا نتعرف على أشكال حرف الباء. ب مع أخته عب كبير أب أبي وجدي وجدتي. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول، أول كلمة كما في كلمة برتقالة. ثنائي متصل يعني آخر الكلمة منفصل كما في كلمة باب. إلى صوت حرف الباء في نص الاستماع الذي أمامكم. وعبيد قربة. وإليكم يا أبنائي الأعزاء الحركات القصيرة لحرف الباء كما في كلمة حبوب. حروف اللغة العربية. السلام عليكم. بسم الباري كتبنا حرف الباء أبدعنا. بسم الباري كتبنا حرف الباء أبدعنا. شكله مثل الصحيح يكون والنقطة تأتي في الدون. شكله مثل الصحيح يكون والنقطة تأتي في الدون. مرحبا بك يا بابولي. يبدو بوضوح في بداية بيت بستان بركات. بيت بستان بركات. وبأوسط كلمات يعبر حبل إبداع. إبداع ونبات. حبل إبداع ونبات. في آخر ناب وكتاب أو ثوب اللعب محراب. في آخر ناب وكتاب أو ثوب اللعب محراب. مرحبا بك يا باب بابوبي بابوبي. باسم الباري كتبنا حرف الباء أبدعنا. باسم الباري كتبنا حرف الباء أبدعنا. شكله مثل الصحن يكون والنقطة تأتي في بوضوح في بداية بيت بستان بركات. بيت بستان
باء مو